جوائزنا اليوم توزعت على عدد من المشاركين، مرزوقة من دبي 4000 ريال، فهد العتيبي من الكويت 5000 ريال، رانيا من الرياض 64000 ريال سعودي. شاركوا معنا في برنامجكم برنامج المسابقات الجمل بما حمل، ضاعفوا ربحكم بجوائز نقدية مع كل إجابة صحيحة، 10000 ريال سعودي جائزة يومية لأحد الفائزين في مسابقة عام الشعر العربي، وجائزة نقدية أسبوعية من دسار 25000 ريال سعودي، وأيضا جوائز نقدية أسبوعية بأكثر من 50000 ريال سعودي بالمجموع. للاشتراك ارسل كلمة فوز برسالة قصيرة إلى الرقم المرادف لبلدك. الجمل بما حمل، الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية، الـ NBC 1 وشاهد. رمضان يجمعنا.